وتداول الحجاج أخبار الفتوحات الإسلامية. ففي هذه السنة غزا العباس بن محمد العباسي بلاد الروم وبلغ أنقرة وفتح بعض مدن الروم، كما غزا يزيد بن أسيد السلمي أمير أرمينيا بلاد الروم على الجبهة الشرقية، ووجه الخليفة المهدي حملة بحرية بقيادة عبد الملك بن شهاب المسمعي لغزو الهند، فخرجت من البصرة ودخلت مدينة باريد وعادت بالغنائم.